داخل ورشته يقوم طارق باختيار الرسومات التي ستزين هذه الطاولة ليلبسها لباسا نحاسيا أصفر أو أحمر، وربما ستغلف بما يسمى بالمعدن ذو اللون الأبيض. طارق الذي أحب حرفة النقش على النحاس، هذه الحرفة اليدوية التي ارتبطت بالفن الإسلامي، زخارف ورسومات مستلهمة من تراث زين لقرون جدران وأسقف العديد من المباني كالمساجد والمدارس والقصور وغيرها من المنشآت التاريخية. هذه الصنعة دخلت لها وأنا صغير في العمر ديالي 10 سنوات، دابا الحمد لله كنزاول هذه المهنة 20 سنة، عن حب وعن اقتناع، دخلت لها عن حب وعن اقتناع ولقيت فيها راحتي، والحمد لله دابا قد ما أنني بغيتها قد ما هي الحمد لله كتعطيني، وكنخرجها لحد الوجود، وحتى الكليان والناس كاين عندي قبل الحمد لله، لان فيها واحد الجماليه وتراث من تراث البلاد. يعني في اي منزل دخلنا راه كنلقاو ولو غير امتي بيجو كنلقاو صناعه تقليديه حاضره، وهي حاضره بقوه زعما. يعني الحمد لله كما جاء اللسان ديال صاحب الجلاله نصره الله مؤخرا، يعني شجع الصناعه التقليديه وعطى واحد اهميه كثيره لان عنده واحد وزن ثقيل في البلاد. وحنا الحمد لله تنتمنى من الله عز وجل انهم الشباب ما يضيعوش، ما يبقاش داك يبقاو يفكروا دوك الافكار ديال ما كاين ما يدار ولا مسميتو عليه. كاين الحمد لله معلمين، وحنا كمعلمين مستعدين باش ناطروا نكونوا شباب. عملية النقش على النحاس تبدأ باختيار القطعة المناسبة ومساواتها بالطرق عليها بالمطرقة لتتساوى جميع أجزائها، تمسح بشكل جيد لتكون ملساء وتوضع فوق قالب يحتوي على الرسومات، ثم تضرب قطعة النحاس هذه بالمطرقة لتكتسب شكل الرسومات والنقوش المرغوب فيها. خدام مع الأخ طارق، خدام مع شي 5 سنين، هذه ما شلنا منه غير الخير، تعلمنا بزاف الحوايج الحمد لله مع الأخ طارق، نصابوا فيصان وكوطيات كوانات كامل الصناعة التقليدية كاملة. احنا كنلقاو راسنا في هذا النوع ديال البضاعة، ولو اننا ماشي كلشي الدار من الاتات اللي ديال الصناعة التقليدية، ولكن كل مبادرة بحال هذه ديال المعلم طارق تنشجعوها. انا تعاملت معاه اكثر من مرة في هذا النحاس، لانه كيجمع ما بين موروث ومعصرا بواحد الشكل، دخل عليه في واحد نوع ديال الاجتهاد، في واحد النوع ديال الانسبيراسيون من الشرق، من الموروث ديالنا ومن بلايص اخرى، وكيشكل كنلقاو في روسنا والهويه ديالنا المغربيه. حرفة تجمع بين الموروث الثقافي والتاريخي وإبداع يد الحرفي المغربي لصنع أثاث يتسم بالجمال والرونق والرقي الذي يميز الأصالة المغربية ذائعة الصيت. حرفيو هذه الصنعة أبدعوا في أفكار لهدايا تعرف بالحرفة يقبل عليها السياح العرب والأجانب.